che ها تعال يصعد ويلاحظ أن السد مسيطر عليه، يرفع الكرة بالسد، انتهت ومن دائما نفس الخطأ. كرة ثانية للمسبقية أخرى للاتحاد النقي بسفاكس. 11 رسالة من صدام بن داود، صعيبة الهيكل الجربي، حاول يصلح وجوز عناصر السد، رفع الكرة دائما بنفس الشكل وبنفس الطريقة من هذا اللاعب إيفان بكل ذكاء، صد عالي أمامه ولكن يتمكن من تمرير الكرة بهذه الرفعة في الشبكة مرة أخرى من هيكل الجربي. 12-11 للاتحاد النقب الصفاقس بدون ضغوطات هذه المباراة باعتبار كل فريق يعد في المرحلة الثانية، والنقطة للنجم التعادل مرة أخرى بعد اضطراب على مستوى الدفاع والتمركز الدفاعي من اتحاد النقل، وإيفان على مستوى المركز واحد في الإرسال. خارج ميدان، خارج ميدان، تعود للنجم مسبقية أخرى الآن 13-12. إيفان نفس اللاعب في الإرسال، حافظ الإرسال، قوي الإرسال هجوم، أول مرة نشوفوا هذا اللاعب بهجوم بإرسال هجومي. أشرف لحيين اللي بيرو الفريق لا يتمكن 14-12 من رفع هذه الكرة على مستوى الاستقبال، يغير في نوعية الإرسال وتاتش أوت، تاتش أوت من جوهر الربعي بدون مركبات يلعب الاتحاد النقب صفاقس. هذا الشاب جوهر الربعي في مركز واحد أمامنا، وهو الذي نجح من ضحيين على مستوى المركز 4 يرجع، والتثبيت والبايب، والتثبيت والبايب من إيفان يغير ينوع جربي موزع النجم الصحي 15-13. حاول التثبيت والهجوم من الخلف من مركز 6. سيل طويل الهنتيتي ومستوى وسط الشبكة سريعة وقصيرة ينجح أيمن بالأحسن رقم 4 في تذليل الفارق. تمركز من وراء السد، تمركز دفاعي خطأ من إيفان في النقطة الأخيرة، ودائما رفع الكرة يتفتن صدام بن داود، والهجوم من محمد عقربي، ترجع الشتيوي خارج الميدان، أراد وضع الكرة على مستوى مركز واحد آخر الميدان لكن كانت خارج الميدان. التعادل. أيمن بن أحسن الجربي يلعب بنفس رفع الكرة، لا رغم المحاولات في الدفاع. 16-15 وقت المستقطع الفني الثاني. بداية طيبة من الجانبين، متابعة لكل العمليات أو محاولات الموزعين لخلق الاضطراب على مستوى السد من الجانبين، وإذا ما أعطانا التقرب على مستوى التنقيط نقطة بنقطة. تماشي فريق كذا منذ بداية المباراة 4-2 النجم فقط، ثم 5-3، ثم 6-4، وبعد ذلك يرجع 12-11 هو الأسبقية للاتحاد النقب لصفاقس. بالنسبة للسادة المشاهدين تحقوا بنا الآن على القناة الوطنية الأولى للتلفزيون التونسية، ري بروكينج هذا المدرب الهولندي النجم الرياضي الساحلي والذي أشرف في الموسم قبل الماضي على المنتخب الإنجليزي لكرة اليد، لكرة الطائرة عفوا، وشارك معه في الأولمبياد لندن 2012. وقع انتداب من طرف النجم الرياضي الساحلي باعتبار أن المدرسة الهولندية في الكرة الطائرة رغم عدم بروزها في 10 سنوات الأخيرة على الأقل
كما نقولوش 13 سنة 13 سنة على المستوى العالمي، لكن تبقى مدرسة كبيرة للكرة الطائرة هولندا. بن عبد مروان المرهبت موزع الأولمبي القريبي واللي انضم منذ أشهر النجم الساحلي تقريبا شهرين الآن، يعوض هيكل الشربي المعدل الأساسي. محمد العقربي ينجح محمد العقربي من مركز أربعة طويل القاعدة، وهو لاعب يمكن أن يكون محوري لكن من مركز أربعة ينجح. 16 وليد الهنتيتي معدل الفريق لأن بثلاثة مهاجمين اتحاد نقب صفاقس. المرابط والإجابة من محمد عياش النقطة 17-16 الإجابة من مركز ثلاثة من وسط الشبكة. مروان المرابط مروان شتيبي مباشرة تمل على الخط، اختار الإرسال على الخط وغالط جوهر الربعي 18-16 وقت مستقطع. يطلب طارق بن شيخة مدرب اتحاد النقل بصفاقس انطلاقا من يوم 28 من هذا الشهر، نهاية هذا الشهر البطولة الإفريقية للأوسط في تونس بمشاركة 9 منتخبات إلى حد الآن، وفي هذه الآونة بلبنان النادي الذي صفاقسي يمثل الكرة الطائرة التونسية في البطولة العربية للأندية البطلة. والنادي الصفاقسي عنده تاريخ كبير في هذه المشاركات وفي هذه البطولة. المنتخب الوطني أيضا الأصغر رجع بعد ما تحصل المرتبة الثانية في الجزائر الأسبوع الماضي في البطولة الإفريقية، وتأكد من المشاركة في هو المنتخب المصري في البطولة العالمية شهر جون القادم بالمكسيك. الأصغر نعود للمباراة قصيرة وسريعة وينجح على مستوى وسط الشبكة صدام بن داود في النقطة 17. ليبرو الفريق زقرني التعادل متحمس أكثر اتحاد النقل بصفاقس، الناس تلعب بأكثر حماس حسب رأيي. محمد عقربي رسالة على محمد الزقرني في غياب اللي بيقولوا صد عالي من صدام بن داود، ونقول عالي رقم 6 جوهر الربعي يظهر مش طويل لكن في القفز في الصد يسمح صد عالي. هاي الإعادة ليناها أسبقية تعود من جديد اتحاد 19-18 اتحاد النقل بصفاقس. صد أيضا بجوز لاعبين ينجح لكن خارج ميدان التعادل 19-19 شوط أول متقارب حماسي نقطة بنقطة، والمستوى الهنتيتي وياذا تاتش أوت ذكية من جوهر الربعي 20-19 ما عندوش حل آخر غير يضرب الكرة في السد. لدين قدام بن داود كان في الارسال صد ايضا بزوج لاعبين وبكل ذكاء ايفان يعدل 20-20 كرته مش قويه لكن يمررها بكل ذكاء. هاول هنا صد في مكانه بالمعصم غير المعصم والنقطه، ويدخل الان في المركز واحد محمد علي بن علي على مستوى الارسال ضيع الارسال 21-20 والتغيير الان لهنا المدرب طارق بن شيخة يقحم اللاعب رقم 15 حسام القلان مكان معدل الفريق يظل بدون معدل امشي يربح نقطة على مستوى الصد. هنا يحب يقوي الصد تغيير تكتيكي كان نجح يبقي الفريق على حاله، ما نجحش بيرجع المعدل بالفعل باش يرجع الان باش يرجع رقم 5 موزع الفريق وليد الهنتيتي خل حسين القلال على نقطة على وضعية ربما يربح نقطة يبقيها ما يربحش نقطة يعاود يرجع المعد
كيما كانوا ما ينجمش فريق يلعب بدون موازنة بطبيعة الحال والتغطية مرة أخرى وتمريرة ورائية على المركز واحد وتنزل تنزل كرة أيمن بالأحسن 22-21 يحافظ على هذه الأسبقية بنقطة بالنسبة لاتحاد النقل والسواقس وقف الإرسال جوهر الربيع مهاجم يرجع للخط الثاني إرسال سهل على أنور زقرني وفؤاد بالعجوزة ممتازة بينه وبين مروان المرابط وسط الشبكة التعادل في نهاية هذا الشوط الأول وفؤاد بالعجوزة بعد ما نجح يمر المركز واحد في الإرسال نجح مركز ثلاثة وضعيته الأصلية في المركز أربعة لكن عنده الحق يغير وقت الهجوم وفي المكان نتاعه والسهلة باش ترجع مروان المرابط إلى مروان الشتيوي التغطية من جوهر الربعي وينجح فيها محمد عقربي وترجع من جديد إلى شتيوي وصد ناجح أمام محمد عياش وشتيوي سهلة بالنسبة لاتحاد النقل بصفاقس الهنتاتي ومحمد العقربي تبدل سريع ومرة أخرى ما تسقطش الكرة وصد بلاعبين وينجح العقربي كان عمل إعادة شوفوه تقريبا الهجوم كان على مستوى 3 أمتار يعني كان سهلة بالنسبة للصد سوى 3 أمتار وكان سهلة أيضا بالنسبة للدفاع كموقع دفاع كان ثم وقوف على مستوى مركز 6 يمكن ما تسقطش الكرة أسبقية أخرى الإرسال من أيمن بالحسن وصد اللاعبين نقص من قوة الهجوم ترجع الهنتاتي إلى العقربي مرة أخرى والدفاع ورا الهجوم خارج ميدان من أري أول كرة يحط في هذا اللاعب 24-22 وكرة الشوط لاتحاد النقل بصفاقس من أيمن بالحسن دور للصد الآن في هذه العملية بالفعل الصد رجع والهنتاتي إلى العقربي حاول يغير تنزل الكرة ومحاولة أخيرة من الشتيوي ما تلمس الميدان تنزل في ميدان اتحاد النقل بصفاقس 23-24 تغالت الكرة مثل هذه تغالت مهما كان اللاعب وقيمته الفنية لا ينتظر يعني كرة تغالت كما شاهدنا 23-24 كرة الشوط الثانية بالنسبة لاتحاد النقل بصفاقس شوط متوسط مش ممل ثم لعب من الجانبين ثم محاولات ربما وهذا ما نتمناه الشوط الثاني يكون أحسن قلنا النجم سوى اتحاد النقل بصفاقس بدون ضغوطات كل فريق يعد بصد الاعداد والتحضير للمرحله الثانيه للبطوله وللكاس ايضا محمد عقربي والتثبيت وينجح الكير ما بين المعد وليد الهنتاتي ومحمد العقربي 25-23 وشوط بصفر قوي الهجوم من المركز 4 واتحاد النقل بصفاقس يفوز بهذا الشوط الاول امام النجم الرياضي الساحلي بقيه البرنامج بالنسبه لهذه الجوله فتحه من غزاز اتحاد كرتاج ترجي نصر الهواريه اتحاد بطبيعه الحال هذه المباراه الثالثه في حين وقعت مقابلات اتحاد النادي الساحلي فاز على الاولمبي الاقليمي هو تقبل مرزا فاز على نادي الخطوط التونسي في بداية الأسبوع هكذا تكون عنا تقريبا برنامج هذه الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة يعني الجولة 18 9 في الذهاب و9 في الإياب هذه كرة الشوط من محمد العقربي شو التثبيت من اللاعب رقم 7 صدام بن داود على مستوى مركز 3
في انتظار عودة اللاعب للشوط الثاني. نذكر سبع المشاهدين بنتيجة الشوط الأول 25-23 لاتحاد نقد بصفاقس متقدم على النجم الرياضي الساحلي. بالقاعة الأولمبية بسوسة تقريبا نفس العناصر للنجم أو لاتحاد النقد بصفاقس تعود مع الشوط الثاني. وعلى مستوى الإرسال لاتحاد النقد بصفاقس هو معدل فريق وليد الهنتاتي في المركز واحد. يعود أيضا المعدل النجم الساحلي هيكل الجربي يبدأ هذا الشوط مكان مروان المرابط اللي أنهى هذا الشوط في محاولة من المدرب أري بروكينغ للعودة في النتيجة. لكن اتحاد النقد بصفاقس حافظ على هذه الأسبقية التي لم تتعدى النقطتين في أقصى الحالات. ووليد الهنتاتي رفع الكرة من أنور الزقرني وكرة ثانية مباشرة من هيكل الجربي يباغت بها بكل ذكاء معدل النجم الرياضي الساحلي واللاعب الأسبق لنصر الهوارية فؤاد بلعجوزة في إرسال طويل إلى الليبي الفريق أشرف الحياني ومن العنقربي من المركز اثنين يحسن الهجوم من المركز أربعة ومركز اثنين بالنسبة لهذا اللاعب. التغطية لا تلمس في الصد كرة إيفان التعادل عفوا 2-0 للنجم النقطة الثانية 2-0 فؤاد بلعجوزة إرسالات يوخر وإرسالات طويلة على ليبيرو الفريق الحياني والإجابة سريعة القصير والسريع ما بين هنتاتي وصدام بن داود والدفاع لا يتمكن من رفع هذه الكرة السريعة. الحياني قوية خارج ميدان من إيفان يختار الخط هرب من شوف التثبيت من شكل غزال واختار الخط لكن كرة خارج ميدان تعادل 2-2. الجربي وشاكر غزال تلمس كرة في الصد بالفعل هجوم شاكر غزال لمست في الصد والنقطة للنجم الساحلي 3-2. لقي صعوبة النجم نقاط يتحصل عليهم بصعوبة. هيكل الجربي يوزع على محمد عقل رفع الكرة خطأ رفع بهذه الشكلة ممنوع 4-2. نعرف القوانين تغيرت في بداية هذا الموسم مع الأسف بعض اللاعبين ما زالوا يخشوا في أخطاء في رفع الكرة الأولى خاصة الكرة الأولى 3-4. صدام بن داود في الإرسال عنده 8 ثواني الحق شكر غزال لما التغطية الدفاعية من وليد هنتيتي تلمس الكرة في الصد وترجع صعيبة على الجربي لكن يحاول يصلح إلى إيفان والصد كان متفتن التعادل. يلعب بكل ذكاء اتحاد النقل بصفاقس لكن يتبع في اللعب على غير الهجوم الأخير كيفاش اللاعب رقم 6 يتبع في اللعب جوهر الربعي. الجربي يهز مركز 4 النقا خارج الميدان حمزة النقا يختار الخط مرة أخرى. صعب العملية بتاع اختيار الهجوم يعني الخط اختار ليني هذا الهجوم الثاني عناصر الاتحاد النقب بصفاقس قاعدة تغلق في الصد على مستوى العام والهوائي يسكر في الخط أيضا وصد المرة هذه نقطتين فارق الآن وصد ناجح أمام إيفان الكرة الثانية في إيفان حمزة نجا أيضا
أخفق في الهجوم اللي اختار فيه الخط. قلنا عن نصر اتحاد النقل بسباقس بيسبب غلق الخط يعني الهواء الفضاء اللي على مستوى العمود واللي صد بثمانين تفاهم بين اللاعب اللي يبدأ في مركز واحد والصد ويجبر اللاعب اللي اختار الخط يهرب أقصى تقدير من الصد ويضع كورته خارج الميدان. خليه له كان خيار وحيد والهجوم بصفة قطرية دياجونال، لكن حمزة ناقة في الهجوم قبل الأخير اختار الخط أصر على الخط جت كرة خارج الميدان والإرسال من جديد لصدام بن داود. بإمكاننا مشاهدة مباراة باهية، ما ثماش برشا ضغوطات على الفريقين خاصة على اتحاد النقل صفاقس، بإمكان اللاعب بكل راحة والهجوم قوي بالنجم الآن من إيفان ينجح يظل الفارق 5-6 يمر بنفسه من مركز 2 لمركز 1 في الإرسال. يحاول يصعب الإرسال عند بيرو فريق نشط الأحياني والإجابة مباشرة سريعة والقصيرة ما بين وليد هنتيتي وأيمن بن حسن ينجح معه. أيمن بن حسن ينجح 7-5. أمين بن صالح رقم واحد في المركز واحد ورفع الكرة مشتوي بكل ذكاء، مروان مشتوي بكل ذكاء ويدخل الآن فؤاد بالعزوزة على مستوى الخط الأمامي اللوب بكل ذكاء 6-7. وشكر غزال بطبيعة الحال مع دخول فؤاد بالعجوزة لاعب محوري لاعب مركز 3 إلى الخط الأمامي وآخر هيكل شكر غزال ومباشرة راجع مباشرة تم رفع الكرة ماهيش دقيقة إلى الموعد ومروان مشتيوي لا يترك الفرصة تمر وإباغة ريدنتيتي تلمس في السد وتخرج كرة أمين برسال من مركز 2 والوقت مستقطع الفني الأول. أول مرة يوصل اتحاد النقل لصفاقس إلى النقطة الثامنة والوقت مستقطع الفني. غاي الرادي مدرب هاري بروكينغ مدرب النجم غاي الرادي بالمرة أمامنا ونلاحظوا ونسمع فيه أو أمامنا المدرب هاري بروكينغ المدرب الهولندي غاي الرادي على مردود عن أسوأ إلى حد الآن منهزم في الشوط الأول 25 نقطة مقابل 23 والآن متأخر بنقطة. قلنا اتحاد النقل صفاقس بدون مركبات رفع الكرة في ارسال من جوهر الربعي مشتيوي مروان تهز كرة في الدفاع وتخرج من المعد وليد هنتاتي التعادل 8-8 لأن الكرة الأولى كانت صعيبة على المعد لم يتمكن من متابعتها كما ينبغي وتلمس كرة في صد وترجع تغطية من إيبان الجربي مركز 4 شتيوي ينجح ترجع الأسبقية للنجم بعد ما كان متأخر بنقطتين بنقطة ثم بنقطتين. حمزة نجا قوي الارسال من حمزه نجا النقطه لعب عليها رقم 13 محمد العقربي مش يعاود عليه الارسال 10-8 لناد ربما ليديروا الفريق اشرف الحياني لناد المدرب طارق بالشيخه يطلب وقت مستقطع ب 30 ثانيه
ينتهي الوقت المستقطع وعودة إلى اللعب. حمزة نجا مرة أخرى، الرسالة الثانية على التوالي على نفس اللاعب، لكن اللي بيرو هو اللي يتحمل مسؤولية استقباله وسد عالي من بالعجوزة وشتيوي والنقطة أخرى للنجم. قديش تنين؟ 3 نقاط فارق الآن. أول مرة الفرق يصعد إلى 3 نقاط. إرسال مرة أخرى قوية على محمد العقربي، ترجع له في الاستقبال كان والنقطة، النقطة تاتش أوت، نقطة 9. التثبيت من اللاعب رقم 4 أيمن بلحسن، وتمشي المركز 4 محمد العقربي. هيكل الجربي خارق العادة والدفاع ما قصرش والصد يرجع من فوق بالعجوز، يرجع كرة أمين بن صالح. أمين بن صالح قام بعمل كبير في رفع الكرة في الدفاع المرة الأولى، لكن هجوم مركز 2 تصدى له صد 12-9. شتيوي وجوهر الربعي كان في الاستقبال والصد، سيطر عليه مرة هذه من الجربي وفؤاد بالعجوزة، صد عالي ثنائي طويل القامة، هاول إعادة. نقطة 13-9، 4 نقاط فارق. شتيوي النجم الساحلي يمر الآن إلى التغيير في الإرسالات الهجومية مباشرة خارج الميدان، لكن المسها 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 أنور زقرلي الليبيرو. النقطة 10 10-13، ولمست حتى في الصد مش حتى في الليبيرو. وليد الهنتاتي زقرلي ما مرتش كورة، لكن الحكم يقول رجعت ربما لمست في الصد، سريع الهجوم. الهنتاتي إلى مرة أخرى أمين بن صالح، الصد رجع له الكرة، الهجوم الثاني على التوالي لهذا اللاعب أمين بن صالح. 14-10. فؤاد بالعجوز العناصر القديمة في النجم، إرسالات طويلة على أشرف الأحياني والصد مرة أخرى. شاكر غزال وإيفان 15-10. نجم الآن دائما يلقى في التوازن بتاعه خاصة على مستوى الصد، صد ثنائي مرة أخرى عالي نقص من لكن التاتش أوت تلمس وتخرج نقطة 11، يخرج 15-11، يخرج اتحاد النقل من هذه الوضعية اللي تسجلوا فيها 4 نقاط كاملة. بوزيسيون صعيبة نسبية. محمد العقربي على أشرف على الزقرني والتثبيت بكل سهولة من الخط الثاني الطيب من مروان شتيوي. 16-11، 5 نقاط فارق. نذكر السادة المشاهدين تلحقوا بنا الآن 25-23، اتحاد النقل بصفاقس هو اللي فاز بالشوط الأول. المدرب طارق بن شيخة مكرم القرمازي اللي بجانبه ورافق الفريق. المدرب اري وركينج المدرب الهولندي للنجم الساحلي امامنا، دائما كالعاده غياب كلي للجمهور. لو انا في كره اليد البطوله اللي ترجع اليوم قاع سماح لكل فريق ب 30 محبه على الاقل، ما عرفش في الكره الطايره وكره السله وقتاش. عودة الجماهير رويدا رويدا، يعود اللعب بإرسال من جربي وسوء تفاهم على مستوى الاستقبال بين ليبيرو الفريق أشرف الأحياني ومحمد العقل رقم 13.
والنقطة 17 11 ست نقاط فارق. إرسال في الشبكة يغير من الإرسال بالنسبة لهيكل الجربي. صدام بن داود الجربي صعيبة صعيبة الأعداد المرائي ويصلح الشتيوي وثم شبكة ثم لم شبكة من حمزة نجا نقطة 13 إلا أربع نقاط بعد ما كان فارق ست نقاط إلا أربع ثم لمس شبكة من الفوق. قلنا حتى على مستوى القانون قانون تغير لمس الشبكة من تحت لا يؤثر نقاش أعلن عنه لكن من الفوق يكون خطأ ونقطة ضد الفريق ضد اللاعب اللي يلمس الشبكة سواء في الهجوم أو في الدفاع لكن أغلبية الحالات تكون في الصد 18 13 إيفان صعب الإرسال وليد الهنتاتي والصد تاتش أوت الكرة اللي تحت نقل الساق 14 18 بكل ذكاء قاعد يربح في نقاط. يبدا الصد مسيطر عليه جوهر الربعي يلمس كرة في الصد نقاط الذكية والاستقبال والتغطية باش ترجع سهلة لتحدي نقل الساق وصلت من العياني وقوية وينجح أول هجوم من أمين بن صلاح رقم واحد من مركز واحد ينجح 15 من أمين بن صلاح يبقى في الوضع نتاعو في الإرسال نتاعو إرسال على أنور زقرني. قلنا في غياب رمز النحالي المصاب الليبيرو يكون أنور زقرني رقم 18 ومرة أخرى ينجح من نفس المركز مركز واحد نفس اللاعب أمين بن صالح نقطة أخرى. شوف هذا اللاعب ضيع أكثر من هجوم مركز اثنين المرة هذه مركز واحد قاعد ينجح ويحافظ على الإرسال الثالث على التوالي بالنسبة لي والمعد يلعب معاه ما دام قاعد يسجل يلعب معاه. الجربي نقى سد ثنائي والتغطية ينجح العقربي مركز ستة راح الكرة بسهولة أنور زقرني اللي بيرد الفريق حمزة نقى بدون سد ما خلاتش السد هنا دور نتاع هيكل الجربي ما قصرش ترك زميله تقريبا حمزه نجا بدون صد ما خلتش الصد خلت متاخر وبعيد على بعضه 19 16 ثلاث نقاط فارق. ليست بممله المباراه ثم لاعب من الجانبين ارسال من شاكر غسال ترجع سهله سهل علاش قلت النجم سهل لانه الصد خذا وقته في التمركز ويرجع كرة العقربي 20-16 ووقت مستقطع ثاني ياخذ طارق بالشيخة مدرب اتحاد النقل بصفاقس لأنه نعرف انطلاقا من النقطة 20 تتغير الأمور على المستوى الذهني ومستوى المعنى. الحكم توفيق بوداي حكم ذو تجربة كبيرة شارك العديد والعديد من المنافسات العالمية بطولات عالمية كؤوس عالمية بطولات افريقية ايضا كؤوس افريقية وعربية والعديد من المشاركات. وليد الهنتاتي رفع الكرة بكل ذكاء تغطية من شتيوي مروان رفع الكرة مرة اخرى من ايفان ما مرتش كرة جوهر الربعي هرب من السد النقطة 21-21-16 شوف كيفاش هرب من السد سد عالي بالرغم انه سد من لاعب واحد. شكر غزال باش يواجه ارسالته على محمد العقربي وليد الهنتاتي وينجح امين بن صالح كنا قاعد ينجح 19-21 من مركز واحد مازال في الخط الثاني امين بن صالح ربما ايضا الهجوم كان ترجع الكره يعاود المعد يلعب معاه شتيوي مروان وصد عالي رفع الكره والخطا من ايفان سوء تقدير لرفع الكره
18 و11 الاولى دائما في اطار 3 لمسات، لكن اللمسه الثالثه ورفع الكره اصطدمت بالشباك وشتاوي والتمركز طيب من اشرف الحياني من وراء الصد اللي بيروح الفريق ويقف كما ينبغي، وترجع ايضا من هيكل الجربي في دور دفاعي. حمزه نقا وصد يا رجل، حمزه نقا من 3 امتار تقريبا مركز واحد، من 3 امتار الا اثنين الا نقطتين الا نقطتين، ما يهبطش يديه اتحاد النقل. والارسال من جوهر الربيع على ايفان، والنقطة من مروان شتي مركز 4 19 22، 3 نقاط للنجم الساحلي اقرب لانهاء هذه الفترة الثانية او هذا الشوط الثاني. حمزة نقا تلمس في الشبكة ومحمد العقربي يصلح ويرجع مركز 4 صد ثلاثي يرفع بهم الكرة والنقطة. يباغت يباغت المعد وليد هنتاتي رقم 5، كرة راجعة هاجم ونجح 20 22. والتغيير الآن تغيير تكتيكي، نفس التغيير تقريبا يدخل لاعب رقم 9 لكن وليد هنتاتي أمين بن مبروك لتأمين الصد، لأنه أصبح إلى نقطتين بالنسبة للمدرب طارق مشيخة والنقطة باش يخليها الوضعية هكا. وليت إلا نقطة 21 22 في رفع الكرة الأولى قلنا بطريقة خاطئة، هاو الإرسال رفع الكرة من ليبيرو الفريق خاطئ بدون معد. الآن شوفوا كيفاش لاعب محوري، اللاعب المحوري يقوم بدور الإعداد، يدور بدور الإعداد والكرة 22 22 التعادل التعادل. صحيح الكرة لمست ليل، صحيح الكرة لمست لاعب النجم الساحلي، كان عندنا إعادة نشاهدوها، تنبيه من الحكم توفيق بودي على هيكل الجربي. هذا الهجوم مس في الصد وخرج خارج الميدان. شتاوي التغطية حاول الربعي والنقطة للنجم الساحلي 23 22، رجع من الا من 18 16، من 20 16، من 21 17، رجع من 6 نقاط فارق اتحاد النقل بصفاقس الى نقطة. قعد دائما بدون معد الان في العملية هذيا، قعد يلعب والصد باش ترجع العقربي ورفع الكرة ممتازة من ايفان، رفع الكرة ممتازة من ايفان 24 22 كرة الشوط. وباش يرجع الان قعد تقريبا 3 وضعيات، لعب 3 كرات او 4 بدون معد، ويرجع الان وليد هنتاتي معد الفريق. لكن امين بن مبروك لاقحمه طارق بشيخة لتامين الصد، ورجع على مستوى التعادل عدل 22 22. العقربي تنزل الكرة 23 24، شوط حماس 23 كما الشوط الأول تقريبا 23 24. كرة الشوط مرة أخرى الثانية للنجم الساحلي رغم أن الكرة عند اتحاد النقب صفاقس الآن بثلاثة مهاجمين اتحاد النقب صفاقس. الهنتاتي في الإرسال وينجح 25 23 قوية من أري عفوا من إيفان 25 23، تقريبا نفس نتيجة اللي فاز بها الاتحاد النقب بصفاقس، نقطتين فارق فقط، مباراة متعادلة كان ناخذ النقاط نقاوم على التعادل في النقاط الآن. الجربي في نقاش مع توفيق بوداية قائد فريق النجم الساحلي. التعادل على مستوى الأشواط أيضا والتعادل على مستوى النقاط إثر الأشواط الأولى الأول والثاني. مردود طيب للاتحاد النقل بصفاقس إلى حد الآن.
أهم نقاط وأهم لقطات الشوط الثاني. ثم تنويع في اللعب من الجانبين من معد النجم الصحيحي هيكل الجربي اللي لعب شوط كامل الثاني كل أو معد اتحاد النقل بسباق صليب هنكيتو. ثم تغيير ثم محاولات ثم أفكار جيدة من الجانبين، وثم أيضا موجود النجاحات سواء في الصد أو في الهجمات من المراكز الصعبة، وهي مركز واحد مركز ستة مركز اثنين أيضا. وتتواصل المباراة ونفس الملاحظات من هيكل الجربي مع الحكم. في نهاية الأسبوع تكريم الرياضيين التونسيين من طرف وزارة الشباب والرياضة والوزير طارق دياب بالنسبة للرياضيين اللي تألقوا على الصعيد العربي والإفريقي والعالمي في المدة الأخيرة. العديد من الرياضيين في الرياضات الفردية أو أيضا في الرياضات الجماعية على غرار منتخب الكرة الطائرة اللي فاز بالبطولة العربية للأمم لإدارة البحرين. حفل بيج على كل وتقليد بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة للرياضيين اللي يبرزوا ويرفعوا رايت البلاد في المحافل الدولية. يعود اللعب النقطة الأولى لاتحاد النقل السويقس فريق صدام بن داود من مركز ثلاثة من وسط الشبكة. هاي الإعادة وليد الهنتيتي رفع الكرة صعيبة المعد ومسها مرتين بالفعل مسها مرتين 2-0. كان عنا الإعادة نشوفوها لأنه يقول لي ما فماش حوار على مع السد السد ما لمسهاش مسها اللاعب مرتين بالفعل ما تمسكش من اللاعب الاتحاد النقل الصفاقس. وحمزه نقا التغطية اللاعب صعيبة النقطة الأولى طويل هجوم رغم المتابعة من أمين بن صالح قائد فريق. شكر غزال وليد الهنتيتي أمين بن صالح من مركز أربعة ينجم 3-1. محمد العقري الإرسال إرسال موجه على زقرني بكل ذكاء هذا اللاعب ما عندوش هجمات قوية إيفان لكن تجربة كبيرة وذكاء كبير بكل سهولة يضع الكرة أينما يريد. النقطة الثانية 2-3. أشرف الحيالي وتغطية من على مستوى السد من حمزة نقا وترجع من أمين بن صالح. الجربي يهز مركز أربعة إلى اللاعب إيفان رفع الكرة ثم متفطن المعد فريق وكرة من جوهر الربعي والنقطة الرابعة. جوهر الربعي والنقطة الرابعة يلمس في الصد تخرج الكرة. صدام بن داود في الإرسال
ماشي وجه ارسال على شكون؟ على اللي بيرول فريق أنورسجر. وسد وسد عالي من امين بن صالح وايمن بن حسن امام حمزه نجم. كانت لاصقه العمود، كانت لاصقه برشا النقطه الخامسه الخمسه اثنين الاعداد، كان الكره كانت لاصقه والارسال وسوء تقدير 6 2 سوء تقدير من اللي بيرول فريق أنورس جرمي اللي معيط ارسال مباشر سوء تقدير ومن نفس اللاعب يعيد نفس الارسال اكيد جدا على اللي بيرول فريق الجربي. ترجع صد ثنائي صد ثنائي وخارج الميدان والكره بطبيعه الحال اصطدمت بالجهاز اللي امامي كانت قويه جدا. والنقطة السابعة 37 بدون وقت مستقطع ما يطلبش مدرب النجم لحد الآن. خمسة نقاط فارق الجربي. حمزة نجا ينجح تاتشاو 3-7 3-7 يخرج الفريق من هذه الوضعية. حمزة نجا وإيفان في الإرسال باش يمر الإرسالات القوية بالفعل الإرسالات الهجومية والإجابة والصد والصد من بالعجوز صد بلاعب. النقطة الرابعة 4-7 كرة طايرة تتغير النتيجة من لحظة إلى أخرى. يكون خمسة نقاط فارق يولي إلا أربعة إلا ثلاثة كما الآن. والصد يرجع وليد هنتاتي واللاعب المحوري في دور معد أيمن بن حسن إلى زميله أمين بن صالح. والنقطة الخامسة صد يرجع إلا اثنين بسرعة بسرعة تبرق يعود النجم يذلل الفارق من إلا خمسة نقاط إلى إلا اثنين. قوي الإرسال من إيفان قوي. جربي يهز حمزة نجا وصد مرة هذه متفتت إلى الإعداد الورائي التمريرة الورائية 8-5 الوقت المستقطع الفني الثاني الأول عفوا. ثمانية خمسة الاتحاد النقد بالسباق. النتيجة لا تهم على مستوى تهم معنويا أكثر على مستوى النقاط في الترتيب وعلى مستوى الترشح بالنسبة للنجم الساحلي. الأمور تحسمت المرتبة الثالثة باش يلعب مع الترجي في النصف النهائي للبطولة ذهابا وإيابا في البلاي أوف. أكيد أنه باش يقع اختيار المباريات الأولى والثانية حسب إرادة بطبيعة الحال الفريق المتحصل أحسن في الترتيب اللي عنده أحسن ترتيب وين يختار مباراة الذهاب سواء في تونس أو في الساق أو في سوسة. والنادي الصفاقسي مع الأولمبي الإقليمي هذا الفريق الأولمبي الإقليمي شبب الفريق بصفة كلية فرط في العديد من اللاعبين لكن ابناء الفريق موجودين ورغم ذلك تاكد يعني الهدف المجهود بالنسبه لي المرور الى البلاي اوف نصف نهائي البطوله وكان لو ما اراد. والخطا مره اخرى من الزقرني انا الزقرني نفهمه مش قاعد يلعب ياسر في البطوله لانه هذا اللي بيرو هذا اللاعب لكن رمز النحالي نعرفه في تجربة كبيرة لهذا اللاعب مصاب رمز النحالي صد مرة أخرى يرجع كرة مروان الشتيوي 10-5 يرجع الفرق 5 نقاط اتحاد النقل بسباق وكان المدرب طارق بالشيخ القاري كما ينبغي. شوفوا تمركز العناصر بتاعه كنا ما ثماش ضغط في المباراة ثم فرجة ما ثماش ضغط في بعض الحالات كده ما ثماش رهان ثم فرجة. حمزة نجا صد ثنائي لكن تلمس كرة وترجع للنجم 16 فؤاد بلعجوزة في ارسالات طويلة لهذا اللاعب والاشرف الحياني ومن مركز ستة من الخط الثاني من محمد عقربي تتهز في الدفاع ومرة أخرى مركز واحد من أمين بن صالح. هيكل الجربي هيكل الجربي والخرج خارج الميدان خارج الميدان من هيكل الجربي والشتيوي عفوا مروان الشتيوي النقطة ها هو مروان الشتيوي مركز أربعة
يهرب على السد نقطة 11 11 6 والتغيير الآن مش يدخل محمد علي بن علي مكان مروان شتيب. محمد علي بن علي رقم 17 والإرسال من جوهر الربيع يوجه الإرسال دائما على ليبيرو الفريق. الإرسالات ولات واضحة بالنسبة لاتحاد النقب الصفاقس على أنور الزقرغي ترجع الكرة باش ترجع سهلة ترجع سهلة العقربي بدون صد من تقريبا من 6 أمتار والصد قوية قوية والنقطة للنجم من حمزة نجا اختار الهجوم القطري من حمزة نجا الجربي تمريرة ورائية أعداد ورائي وعلى مستوى مركز واحد النقطة السابعة 11-7 يمر المركز واحد في الإرسال وليبيرو الفريق والإرسال المباشر ما تمكنش أشرف محياني 8-11 إرسالات هجومية قوية باش يعاود أكيد أنه حمزة نجا ربما زملاء الليبيرو هنا باش يتقاسموا الاستقبال أو يتحمل واحد مسؤولية لأنه باش يعاود على نفس اللاعب أكيد مرة هذه محمد العقربي ياخذ المكان سوء التفاهم ماهيش كرة المعد ماهيش كرة المعد يمشي المعد مادام هزها زميله الأولانية يمشي يدخل ماهيش كرة وليد الهنتاتي في الكرة طايرة شوف الإرسال قوي هنا زميله هز الكرة مستوى مركز 6 أو 5 كانت متأخرة برشا هي في العادة الكرة الثانية دائما كي تجي تهز من الاستقبال تمشي للمعد لكن كانت متأخرة برشا كان في باستطاعة زميله القيام بالإعداد كانت على مستوى 8 امتار ونصف تقريبا هذا اهل اري بروكينغ 19 9 نقاط مقابل 11 الارسال من جديد من حمزه نجا الارسال الثالث على التوالي ويتعب اشرف لحياني يلاقي صعوبه في رفع الكره وتجاوز المنطقه النقطه العاصمه 10-11 ولهنا ياخذ المدرب طارق يظهر لي 10-11 مره اخرى يحتفظ حمزه نجم الارسال يقوي الارسال المباشر الارسال المباشر من 11-6 نقاول الان نتيجه 11-11 10-6 11-6 11-7 الى حد الان يعني 6 7 6 ارسال على التوالي ومحمد العقربي الوضعيه وقف فيها الاتحاد نقم صفاقس والتغيير لكن كره امين بن صالح ويرجع النجم الساحلي اللي كان متاخر بست نقاط ياخذ الاسبقيه عن 12-11 وضعيه وقف فيها الاتحاد النقم صفاقس بوزيسيون صعيبه في الكره الطايره مرة أخرى حمزة نجا رفع الكرة بكل ذكاء باش ترجع سهلة للنجم إيفان والتغطية من أشرف الحياني وليد هنتاتي محمد عقربي بعيدة ياسر بعيدة ياسر الكرة 13-11 يعود بقوة النجم ينظم صفوفه أكثر يصعب الإرسال ويظهر لي الوقت المستغرق عليها طارق بن شيخة متأخر كثير لأنه 11-6 والفريق اللي أمامك قدم 11-7 11-8 11-9 كنت نجم توقف الوقت المستقطع لكن هو المدرب مانيش أنا المتفرج دائما فارس يمكن له هو المدرب طارق بن شيخة له أكيد حسابات أخرى وقراءة أخرى للتقدم اللعب لكن نحكيه في إجماليا وبصفة عامة في الكرة الطائرة كيف فريق يخليك 4-5 نقاط وأنت كنت متقدم ورجع في النتيجة رجعت وقف له النسق بدا يذل الفارق من إلا 6 إلى إلا 2 إلى 4 إلى 5 إلى 2 وقف النسق بوقت مستقطع شوف الوقت المستقطع هذا هل يؤتي أكله أم لا إرسال صعب جدا حمزة نجا بالتغطية باش ترجع يلزم هذه اللمسة الأخيرة ترجع ما قصرش جوهر الربيع وثم تغطية دفاعية لكن مازال ما تركزش جوهر الربيع يرفع الكرة والهنتاتي والصد
ليه الكره جايه والسد تبع فيها وقف امام المهاجم بطبيعه الحال. ايمن بالحسن كان عاطي بالظهر و 14 11 وحمزه نقل ارسال الثامن على التوالي. اللعب على الليبيرو فريق اشرف الحيادي لانه قام باخطاء على مستوى الاستقبال، لكن ارسالات قويه ايضا الجربي وسريع والقصير ويخرج ويخرج اتحاد النقل الصفاقسي من هذه الوضعيه الصعبه، البوزيسيون كانت صعيبه برشا بفضل هذا اللاعب اللي يرجع الصد ايمن بالحسن والنقطه 12 يخرج من النقطه 11. حمزه نقل تمشي مركز اربعه الى وتنزل الكرة تلمس في الشبكة والكرة تكمل وما تغلط وتبرد. كرة تبدو سهلة تظهر سهلة للمتفرج لكن على الميدان صعيبة. كرة مشرولة كما نقولوا تلمس خاصة في الشبكة ضيع توازن اللاعب اللي ربما تمر وتكون بجنبه وتمر أمامه ورفع كرة مرة أخرى وتغطية من محمد علي بن علي. حمزة نقة قوية وما يقصرش أمين بن صالح بنفسه والنقطة والنقطة رفع كرة خطأ من حمزة نجا هو 15-13 النجم في هذا الشوط بعد ما كان متقدم بستة نقاط. الاتحاد النقل بالصفاقس التثبيت والصد خارق العادة من أمين بن صالح أمام إيفان إلا نقطة 14-15 إلا نقطة. أنور الزقردي حمزة نقة قوية جدا والوقت المستقطع الفني الثاني على مستوى نقطة 16 نجم يوصل قبل. كان متقدم 11-7 11-6 8 نقاط كاملة رجع فيها من النجم هو اتحاد النقل مكثف النقطة 11 ورجع النجم على مستوى النتيجة الآن متقدم 16-14 والتعادل كما تشاهدون على مستوى الأشواط صوت بصوت 25-23 لكل فريق. ربما كان جاي الجمهور اكثر كثافه اكثر حضور لهنا ربما اللاعب يكون متحمس اكثر لان المباراه مش ممله كما ذكرنا فيها اللاعب من الجانبين صحيح ما فماش رهان كبير من الجوله الاخيره للبطوله الوطنيه للكره الطائره. اتحاد النقب الصفاقس يعد في المرحله الثانيه ويتفادي النزول والنادي النجم الساحلي بسد الاعداد للنصف نهائي البطولة والنقطة والنقطة. خمستاش 16 محمد العقربي في الإرسال محمد علي بن علي الجربي هيكل صعيب على إيفان صعيبة كانت لاصقة. التعادل يرجع الآن اتحاد النقب الصفاقس كما ذكرنا شو كانت تسقى شبكة والصد كان أقرب سيطر تعالى اللاعب إيفان الرسالة الثانية على التوالي لمحمد العقربي إلى محمد علي بن علي هيكل الجربي كرة ثانية كرة ثانية دوزيام ناجحة من هيكل الجربي يدخل الآن مروان المرابط مكان هيكل الجربي على مستوى مركز واحد لتأمين أكثر الإرسالات والدفاع وبثلاثة مهاجمين الآن بثلاثة مهاجمين بالنسبة للنجم الساحلي بدخول مروان المرابط وليد الهنتاتي ذكية الهجوم ذكية جوهر الربعي بالمعصم وباغت الصد شو الإعادة الصد كان عالي عليه بالمعصم وضاع الكرة بين مركز ستة ومركز خمسة. التعادل 17-17 هو صدام بالداوي والكرة صعيبة والنقطة 18
صعيبة الكرة الأولى، الاستقبال على مروان المرابط، إرسال صعيب من بن علي لمحمد بن علي في الاستقبال، وترجع الأسبقية من مرة أخرى، ترجع الأسبقية اتحاد نقم صفاقس، شوط فيه العديد من التقلبات، وإيفان إيفان تعادل من المركز الاثنين، نشوف الشادوشي برشا هذا اللاعب، إيفان من المركز الاثنين يلعب أربعة خاصة اثنين مركز أربعة مركز ستة يهاجم، عنده إرسالات قوية على الليبيرو ممتازة جدا، ممتازة من أمين بن صالح، خارق العادة الهجوم هذا، هاي شوف التمريرة الورائية، يختار الخط، يختار الخط 19 18. أما لاعب نجم نتابعه المحاولات من الجانبين، صعيبة الكرة الأولى، صعيبة ما خلطش عليه المعد، ورفع الكرة والنقطة أقعد 19 19. ما خلطش عليها مرة المرابط. يرجع هي شكرك زي على مستوى الخط الأمامي، يخرج ليبيرو والتغيير الأوتوماتيكي، وفؤاد بلعجوزة صد عالي الآن النجم الساملي محمد علي بن علي حمزة نجا وشكر غزال، شوفوا هنا المهاجمين كيفاش يتعاملوا مع هذا الصد وينجح ويخرج ميدان، ولو قال كان ثم لمس كورة لكن ترجع الأسبقية للنجم 20-19، كانت أمام الحكم الأول توفيق مضيع والوراق برفع الكورة خارج ميدان، وليد الهنتات يهز مركز أربعة، صعيبة 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 على جوهر الربعي، متواصل اللعب متواصل اللعب لكن لمسة كورة النقطة 21-19. اللي فايت النجم الساهلي وفؤاد بلعجوزة في إرسال طويلة الكورة الربعي، ما تنزلش الكرة، مروان المرابط مركز أربعة، بن علي ينجح، محمد علي بن علي 22-19. والتغيير الآن يريد أن يقوم بالتغيير الكلاسيكي بالنسبة لطارق بن شيخة، يخرج وليد هنتيتي والتعويل على السد ويدخل المعد الثاني، طويل القامة أمين بن مبروك رقم تسعة، وكرة رجعت مباشرة، وشاكر غزال تجربة كبيرة ما يخليش كرة تمر 23-19، كرة هامة هذه النقطة هذه هامة، شاكر غزال كرة رجع وفريق مضطرب غير متمركز كما ينبغي، استقبل كرة سهلة للنجم حمزة نجا يهز الكرة الأولى مروان مرابط، النقطة من بن علي من محمد علي بن علي 24-19، كرة الشوط الأولى للنجم الساحلي، شوط طيب خلينا فيه تسابق وتلاعب، كل مرة واحد كل مرة فريق يدخل الأسبقية، عودة قوية للنجم كان متأخر بست نقاط كاملة يرجع، ثم اتحاد نقل في الأسبقية، ثم النجم يرجع والكرة من وراء الهوائي 25-19، وتقدم بشوط اثنين بشوطين لشوط 2-1، والشوط الثالث الآن مردو طيب لاتحاد نقل بسباقس، تابعوا أهم اللقطات في هذا الشوط، أهم النقاط، نوهك اللي يلتحق بنا الآن على القناة الوطنية الأولى للتلفزيون التونسية يمكن له مشاهدة أهم النقاط بالنسبة لهذا الشوط الثالث بين اتحاد النقل بسباقس على اليمين والمجمع الرياضي الساحلي بالألوان المعهودة نتاعو بالأحمر والأبيض،
مشكورين الاخوان على هذه الاعادات من زوايا اخرى. و في انتظار عودة اللاعب والشوط الرابع. بالنسبة لطريقة التنقيط كل فريق يفوز بثلاثة أشواط مقابل صفر أو ثلاثة أشواط مقابل شوط. الفائز يتحصل على ثلاثة نقاط والمنهزم على صفر من النقاط، ما يتحصل على شيء. وإذا كان المباراة 3-2 الفريق الفائز نقطتين والفريق المنهزم نقطة. هذا بالنسبة للنتائج في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية خاصة في النصف نهائي البطولة في البلاي أوف تبدأ النتائج على مستوى المقابلات، ما تدخلش فيها الأشواط. يعني اللي يفوز 3-1 وينهزم في المباراة الثانية مهما كانت، تقع مباراة ثالثة مهما كانت النتيجة. يعني الفوز في مناسبتين متتاليتين مهما كانت النتيجة يمر للنهائي، لا تدخل الأشواط في الحسابات بالنسبة للنصف نهائي البطولة ونهائي البطولة أيضا ذهابا وإيابا. وعلى ضوء المقابلات الأولى الأولى والثانية يقع لقاء ثالث في حالة التعادل في الانتصارات، ولا دخل للأشواط في شيء. هذا بالنسبة للقانون البطولة الوطنية للكرة الطائرة اللي مع الأسف الشديد نقولوها في هذا الموسم سجلت غياب فريق من أعرق الفرق السعودية الرياضية في هذه الرياضة. فريق ضحية سيد بوسعيد لأول مرة تقريبا منذ سنوات وسنوات تلقاها غايب على البطولة الوطنية للكرة الطائرة. وانطلاق الشوط الرابع والكرة الأولى للنجم الساحلي. والإرسال مرة أخرى شاكر غزال يبدأ الإرسال. إرسال التجربة كبيرة لهذا اللاعب. هو نور الدين حفيظ تقريبا من العناصر، ثم لمسة كان حمزة النجا. تعادل نقطة بنقطة. مسيرة طويلة. لكل من شاكر غزال ونور الدين حفيظ نقاو في هذا الموسم مع النادي الرياضي الصفاقسي. وبنفس العزيمة بنفس الحماس بنفس الانضباط. يعني مثال لهذا الثنائي في هذه اللعبة. كرة ايفان نينو. حبذا الاول الشبان والعناصر الشابة. تبع هذا المثال. حمزة نجا لاعب نادي الكرة التونسية سابقا ولاعب منتخب الآن ولقاء انتداب ومطرف النجم الرياضي الساحلي في هذا الموسم. ما تمرش تمر كرة جوهر الربعي لكن الدفاع ما خسرش. وجوهر الربعي بنفسه يرفع الكرة هذيا ورفع الكرة بكل ذكاء من محمد العقربي. من محمد العقربي التعادل 2-2. التعادل 2-2 الآن مروا لبرامت اللي أنهى الشوط الثالث على مستوى التوزيع. نلقاو الآن في البداية مكان هيكل الجربي وإيفان بكل ذكاء يمر كرته. تقريبا إيفان في الأربع أشواط يعني ثلاثة أشواط وهذا الشوط الرابع كرة أو اثنين ضيعها. يعني نسبة نجاح كبيرة لهذا اللاعب. راه يمر المركز واحد. ارسلت قوية خارج الميدان. تعادل مرة أخرى بعد 1-1 2-2 أم 3-3. محمد علي بن علي مروان المرابط. مروان المرابط والمعد وليد دانتيتي يباغت. كرة كانت نازلة في الميدان بتاعو ما خليش الفرصة تمر. هاي شوف كيفاش كرة عنده في الميدان بتاعو باغت بها يهاجم بها. وأمين بن صالح محمد علي بن علي سهلة باش ترجع عند أمين بن صالح مرة أخرى.
وليد هنتيتي بايب، البايب ينجح مركز ستة بين محمد العقري وبين وليد هنتيتي. تم التنويع، قلنا التنويع من الجانبين، 5-3 اتحاد نقل صفاقس، 5-3 ارسال بن امين بن صالح مره اخرى، لكن التغطيه من زقري باش ترجع سهله من ايفان. دائما الاتحاد نقل في محاوله هجوم ينجح، ينجح عن طريق ايمن بالحسن، 6-3 تم النوع، تم التنويع في اللعب، تم التنويع من الجانبين، خاصه اتحاد النقل بصفاقس ليلعب تقريبا بدون كما ذكرنا منذ بدايه المباراه. هاي كره خاطئه ترجع مباشره للاتحاد النقل بصفاقس، وتغطيه من وليد الهنتاتي، ومركز صعيبه صعيبه على امين بن صالح، مروان المرابط ومحمد علي بن علي، ترجع من جديد لليبيرو اشرف الحياني، وصد عالي من بلعجوزه كان ينتظر في امين بن صالح، والنقطة الرابعة 4-6 وفؤاد بلعجوزة الإرسال. باهي ثم تبدل الكرة من الجانبين، استغرق الهجوم من الجانبين فترة زمنية أكثر. بطبيعة الحال من العادة ومباشر ثم سوء تقدير وبين محمد العقري، سوء تفاهم وجوهر الرابع إرسال مباشر 5-6. فؤاد بلعجوز، فؤاد بلعجوز ارسالات طويله تباغت تباغت هذا، كان في كره تبدا طويله جايه وينجح، وينجح امين بن صالح. النقطه السابعه 7-5 اتحاد نقل بصفاقس، وهذا امر طبيعي ومش واحد ينهي المرحله الاولى بنتيجه طيبه، من المركز السادس دائما ينهي دائما في نفس المرتبه، ومجهود طيب من جوهر الرابع، لكن الاهم هو الاعداد للمرحله الثانيه. ترجع سهله للنجم الساحلي فؤاد شكر غزال في دور المعد، وحمزه نجا النقطه السادسه 6-5-7 النقطه، ومروان المرابط الان بثلاثة مهاجمين بالنسبه للنجم الساحلي. مروان المرابط في الارسال وهو في الاعداد ايضا، تلمس كرة في شبكة وترجع لوليد الهنتاتي والصد، كرة كانت نازلة، كرة كانت نازلة والصد كان واقف كما ينبغي. أمين بن صالح التعادل 7-7 يفشل، شوف الصد شوف خليها نزلت، هو في الهجوم دائما لازم كرة في الهواء تطلع تهاجمها، الكرة طايرة كيما هكا مازالت عالية تطلع تهاجمها، ما تخليهاش تنزل، كان نزلت وهي عالية كيك بالفعل. ها النقطة الثانية كرة طايرة ما يلزمكش تخلي الكرة تنزل. 8-7 وقت المستقطع الفني الأول لفيت اتحاد النقل بصفاقس. نذكر السادة المشاهدين التحقوا بنا الآن بتقدم النجم بشوطين مقابل شوط، المبادرة كانت اتحاد النقل بصفاقس 25-23، ثم التعديل 25-23، ثم النجم يفوز بالشوط الثالث 25-19، ونحن الآن في الشوط الرابع. بطبيعة الحال كان يفوز النجم 3-1 أو اللجوء إلى شوط خامس تاي بريك على 15 نقطة، يعني من يصل إلى النقطة 15 الأول يفوز بالمباراة وبفارق نقطتين بطبيعة الحال أو أكثر. الارسال لاتحاد النقل بصفاقس، ايمن بالحسن نعرفه صفاقس ايضا قلعه من كبيره في الكره الطايره، والارسال خاطئ من ايمن بالحسن. التعادل مره اخرى 8-8، رقم 4 لاعب محوري ايمن بالحسن، ارسال من محمد علي بن علي رقم 17، ارسال هجومي أشرف الحياني معد تمشي مركز أربعة، محمد عقربي شكر غزال وحمزة نجا متفطن للموقع الهجوم المركز أربعة، مشى أوكي الصد مركز
سد هجومي النقطة التاسعة 9-8. ترى الأسبق قيل للنجم الآن وإرسال مرة أخرى هجومي من محمد علي بن علي ما كسرش محمد العقربي يمشي لبيرو أشرف الحياني بترجع إلى خارج نادي من أمين بن صالح 10-8. محمد علي بن علي تغطية وليد زنتيتي بصعوبة ترجع سهلة للنجم أنور زقرني ممتاز ممتاز الهجوم في 3 أمتار يعني بهذه القوة ممتازة شو الهجوم من حمزة لكن في 3 أمتار يقفز عالي في 3 أمتار صعب باش مهاجم يهاجم ويسجل في 3 أمتار تاع المنافس يعني في الخط الأول كرة بتنزل كان تم إعادة شادو في 3 أمتار هاري بروكينج مدرب النجم تنتهي 30 ثانية علي بن علي في الشبكة 9-11 وليد هنتيت صعيبة على الأنور زقرد كنا ماخذ مكان رمزي النحالي رفع الكرة خاطئة رفع الكرة خاطئة 12-9 الكرة الأولى هنا قع فيها تنقيح دولي بالنسبة للكرة الأولى كانت تترفع كما جات رجعنا للطريقة القانون القديم محمد العقربي ترجع من مرابط في دور دفاعي ونقطة نقطة أكثر اضطراب الآن بالنسبة ل اتحاد النقل سفاقس الدفاع وفي رفع الكرات على مستوى الاستقبال شاكر غزال بكل راحة شاكر غزال يشوف ينظر ويمشي الارسال والليبيرو يرجع اشرف الحياني ومركز 4 والسد والسد امام امين بن صالح من بلعجوزة وحمزة نك راهو شوفوا بلعجوزة فؤاد بلعجوزة وحمزة نك عالي السد وتفطن لأمين بن صالح 14-9 5 نقاط فارق الآن دائما يحتفظ بالإرسال بالنسبة لشاكر غزال من أمين بن صالح إيفان نسبة نجاح كبيرة لهذا اللاعب نسبة نجاح مهما كانت الطريقة يتحصل على النقطة بنسبة 99% يضرب اليدين مر الكرة في أماكن صعبة الوصول لها أو ساعات في بعض الحالات بقوة كبيرة على غرار هذا الهجوم من مركز 3 بالنسبة لفؤاد بلعجوزة النقطة 16 من محور الشبكة ونص الشبكة بينه وبين المرابط سريعة وقصيرة و 7 نقاط فارق النجم الساحلي في هذا الشوط الرابع
شكر غزال، شكر غزال هنتاتي، ومحاولة من مروان المرابط، حمزة نجا النقطة العاشرة، 10-16. محمد العقل ارسال مباشر، ارسال مباشر، سوء التقدير من انور الزقرد، دي 16. محمد العقل سيعيد الكره على نفس اللاعب، لهنا نشوف محمد علي، لا نفس اللاعب انور الزقرد يرفع الكره من هذه، حمزه نجا قويه جدا مركز 2. 17-11 النجم الساحلي شو قد يجري في هذه الاسبقيه بست نقاط كامله، وحمزه نجا يمر مركز 1. خارج الميدان 12-17 رغم هذه الأسبقية بخمسة نقاط، اتحاد النقب بصفاقس قدم إلى حد هذه اللحظات مباراة طيبة في المستوى أمام فريق يفوق تجربة وحتى على مستوى قيمة اللاعبين، وصد مرة أخرى عالية من فوق العجوزة، لا ترجع كرة محمد العقربي، التغطية من حمزة نجا، وإيفان ترجع من وليد هنتيتي، وتمر تمر كرة جوهر الربع، تمر كرة جوهر الربع ستيمتة كبيرة 17. والحكم بشهد إنذار إلى فؤاد بن عجوز على الاحتجاجات اللي في غير محل، بالفعل تبعوا في اللعب احتجاجات في غير محل. 13-17 إلا 4. محمد علي بن علي، حمزة نجا من مركز 1 نقطة، 18-13. وليد الهنتيتي ربعي، ترجع من جديد بايب قوية برشا من إيفان، وبإمكانه مواصلة اللعب بالفعل، حسنا فعل جوهر الربعي، لكن حكم تعود إلى النجم الرياضي الساحلي، ووقت مستقبل يطلب طارق بن شيخ. 19-13 دائما 6 نقاط محافظ عليهم النجم. إيفان تغطية ترجع ترجع من الليبيرو للنجم الساحلي، ترجع أنور زقرني، محمد علي بن علي، فؤاد بلعجوزة، مران المرابط يهز البايب لإيفان، ترجع أمين بن صالح ورفع الكرة بكل ذكاء من هذا اللاعب جوهر الربعي، هذا اللاعب شاب ممتاز جدا، والتغطية واستماتة في الدفاع، ونقطة من النجم الساحلي 20-13. هو مردود كبير لهذا اللاعب، لاعب شاب رقم 6 كان نشاهدوه، لاعب شاب من الاواسط من الاصغر ربما، ولاعب رقم 6 جوهر الربعي، مردود كبير لهذا اللاعب. ايفان في الشبك 14-20. والتغيير يدخل من جديد أمين مبروك بن مبروك، ويخرج وليد الهنتاتي دائما على مستوى الإعداد. موزع ثاني محمد علي بن علي، مروان المرابط بينه وبين فؤاد بلعجوزة، ترجع
تلمس كرة في العمود من الكرة القليل اللي ضيعها هذا اللاعب جوهر الربيع رقم 6 ال 21-14. الشبكة من فؤاد بالعجوزة 15-21. على كل العديد والعديد من التظاهرات تنتظر الفرق التونسية في بقية مشوار هذا الموسم الرياضي. هنا ندي الإرسال مباشر من جوهر الربعي 16-21. نادي سبيكسي ينطلق يوم الأحد أو ينطلق يوم غد في منافسة البطولة العربية للأندية البطلة التي تقام ببيروت بلبنان. وما زلت عندنا بطولة إفريقية أيضا الأندية الفائزة بالكؤوس الأندية البطلة في خلال شهر بين أبريل وماي. إرسال صعب من مروان المرابط، ترجع إيفان محمد علي بن علي وتغطية ممتازة من جوهر الربعي والصد عالي، صد عالي من شاكر غزال وحمزة نجا 23-16. على كل اتحاد النقل بسفاقس قدم 3 أشواط متعادلة، الأول والثاني والثالث تقريبا. وإرسال تالي يلمس في الشبكة وينزل مروان المرابط 24-16. كرة المباراة للنجم الرياضي الساحلي، كرة المباراة للنجم الرياضي الساحلي مروان المرابط، مقابلة طيبة قدمها اتحاد نقل صفاقس يتحصل دائما على المرتبة الرابعة والسادسة عفوا، والنجم الرياضي الساحلي على المرتبة الثالثة 17-24. مروان المرابط صعيبة شاكر غزال والتغطية ما قصرش محمد العقربي يهز الكورة، شاكر غزال في دور لا يخليها لإيفان حمزة نجا وفما لمس شبكة لكن من تحت ومسموح بها وزقرني أنور زقرني باش ترجع سهلة للنجم. إيفان مروان المرابط محمد علي بن علي 25-17 وثلاثة أشواط مقابل شوط، نتيجة منطقية للنجم. لكن تحية إلى فريق الشاب هذا اتحاد النقل بصفاقس، فيه العديد من والعديد من العناصر الشابة بدون مركبات، قدم مقابلة طيبة في الجملة. هذه كانت نتيجة الأشواط الأسبقية، كانت اتحاد النقل 25-23، إجابة 25-23 للنجم الساحلي، ثم 25-19 و 25-17. حضرت السادة والسيدات بثلاث أشواط مقابل شوط النجم. نترككم مع هذه الصور مع تحيات كامل الفريق التقني لأمن هذا النقل من القاعة الأولمبية بسوسة والمخرج.